سعد محاولة التقدم، التمريرة بالقدم اليسرى في العمق ارتدت إلى محمد عصام، راح يصوب ولا يمرر إلى حسام حسن، يتقدم حسام حسن يسجل الهدف الأول لفريق سموحة مع الدقيقة 12. بكل سهولة تم الاختراق لدفاع فريق حرس الحدود ليسكن الكرة في شباك حارس المرمى أحمد السعداني ليعلن عن التقدم الأول لفريق سموحة. كما نتابع لا يوجد تسلل، هدف سليم وصحيح بنسبة 100%، إبعاد من خالد سامي، الكرة تأتي إلى محمد عصام، مرر من بين المدافعين وانطلق من خلف الدفاع قادما من الوسط إلى داخل منطقة الجزاء ليسكنها بالقدم اليمنى على الأرض، سكنت الشباك، حركت وغيرت من النتيجة. حسب له ركلة جزاء في الدقيقة 85، هي الثانية ركلة جزاء تحتسب لصالح فريق سموحة في الدوري هذا الموسم. تحصل على ركلة جزاء في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي، سجل منها حسام حسن. أحمد شديد نناوي يقع في المحظور ويتسبب في ركلة جزاء في ظل السعي لإدراك التعادل من جانب الزملاء ومن جانب أحمد شديد نناوي. ركلة جزاء تحتسب، حسام حسن على موعد للانفراد بصدارة الهدافين وزعامة الهدافين في مواجهات الفريقين بعد ما تساوى مع أحمد حسن مكي بتسجيله لهدف الدقيقة 12. إذا سجل من ركلة الجزاء سيضيف الهدف الثاني لفريق سموحة والهدف الثاني له على المستوى الشخصي ويرفع رصيد التهديف إلى 4 أهداف في مواجهة الفريقين. حسام حسن وأحمد السعداني والدقيقة 86، حسام حسن في شباك حرس الحدود يضع الهدف الثاني لفريق سموحة ليؤكد على أحقية فريق الموج الأزرق بالحصول على 3 نقاط، يرفع الرصيد إلى 24 نقطة ليصبح في المركز الثامن ومتقدما بفارق نقطة عن فريق فاركويلي لدي اللقاء في إطار هذه الجولة يوم الأربعاء مع فريق المقاولون العرب حينما يستقبل ذئاب الجبل على هذا الملعب يوم الأربعاء القادم. بكل سهولة أسكن الكرة في شباك الحارس وعلى الزاوية اليسرى لقاءات الجولة 21، كرة في وسط ملعب مكرونة، تمريرة لبواتنج من حسام حسن، بواتنج والهدف الثالث، بواتنج والهدف الثالث، وبالثلاثة سموحة يحصل على 3 نقاط وبالثلاثة في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب. بدل ضائع ينجح بنجامين بواتينج المنتقل من الاتحاد السكندري الوافد الجديد من سيد البلد في أن يسجل هدف ثالث لفريق سموحة من صناعة حسام حسن، ومن خلف بن والي انطلق بواتينج وينجح في مضاعفة الفارق في أن يوسع الفارق إلى 3 أهداف يزيد الغلة التهديفية بكرة قوية على يمين حارس المرمى أحمد السعداني ليصبح التقدم